لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. شاكور الدحميس صبحنا اليوم ما لقيناش باش نعمروا اتاي، وهو اتاي بناتي الله كيعمر. هانتوما شفتوا يا اختي شفتوا، بغيت نوريكم الكوزينه. بدلنا لها السيستيم، خليت نخوجنا البوطاجي. هنايا عامر الهام ما لابساش، وبنت عمتي حتى هي ما لابساش، غير يحيدوا ونوريكم الكوزينه. والله الا كيعجبني الحال من الكوزينه كتجمعي يا ماما. اييه صباح الخير. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ جمعه مباركه، الله يحفظكم. الله يسهل عليكم، ايوا بغيت نسلم عليكم، خلي معكم صالحه. والظهر اش دار لك؟ لايكات لايكات لايكات، الفيديو طلع. الله يحفظكم. ظهري اش دار ليها؟ كدوي معاكم كتخبطني في ظهري. كتشجعيني انا، تشجعيهم هما، تشجعيني انا. المهم اليوم ان شاء الله يوم الجمعه، جمعه مباركه. شوفوا فاض هاد الهويله كامله كنصايبو، حيت كنصايبو الفطور. ها انتم الى مراكش وجد لا تا الى مدوزيناك باش ما يشوفوش ما لابساش. نعم سلمت عليك واحد البنت من المخبازه، سلمي على صالحه شانيل. سلمت عليك واحد البنت كيقول لها كريمه، قالت لي قول لها تلاقيت معها في المارشي دابا. سلم عليهم الخير والرباح، ناس زوين كيسلموا، ناس زوين متواضعين. دوزي دوزي شوفي فين دوزي، الوضع ما عادش كيوجدوا. متواضعين عندك؟ لا غزلان دوزي حتى انت هنا. لا كتبان غزلان، ولا غزلان تبالي كتبان. ها انتم اخوتي شوفوا اليوم اختي دايرين الفطور مسلقين البيض، حاطين هذا واخا نتوما ما كتحملوهش، ها هو ولكن جابوه ما عندنا. ما ادري شكون اللي جابو، ما عرفتش. شكون اللي جاب هذا؟ ها انتوما قلت لكم البنات انا كنصور تتقطع لي التصوير. ها انتوما اختي حاطين الزيتون وشرمل، نتوما مالين الخير بطبيعه الحال، حاطين الزيتون الاسود. حنا ملي كيكون عندنا الزيت في الدار عاده كنتبرعوا بهذا الشيء، اما ملي ما كيكونش غير اتاي الخبز والزيت البلديه والفرماج، وحتى داك الفرماج بعد مرات ما كاينش. وهاد المره جبت هذا غنديرو في الثلاجه يبرد، كيعجبني هذا ديال الجوده. سميتو بيرس اب، العصير ديالو 100%. المهم انا كيعجبني، واخا ما عرفتش يقدروا يكونوا فيه مواد حافظه ولا ما يكونوش، ولكن انا كيعجبني. غنديرو في الكونجيلاتور، الثلاجه عندنا حالتها، خاصها تخوى وخاصها خاصها تخوى وتغسل. ماما هذا عفاك شوفي ليه بلاصه. لا داك الشيء الله يتفاد فينا مع الكونجيلاتور. بغيت ندير هذا يبرد، بغيت نفطر به. راه خدام الكونجيلاتور. اه هذا ايه. واخ انا معاكم في الكواليس، حتى الكواليس انا معاكم فيه. بلاتي بغيت نوريكم الكونجيلاتور، البارح ضربناها ليه واحد الحكه وخويناه صافي. عرفتوا ملي كتخويو الكونجيلاتور؟ شوفوا شوفوا البنات، ها هو شوفوا فين جبناه، كان في البيت لداخل. عرفتوا الكونجيلاتور يا ما نفعني، ويا ما يا ما خدمت به، ويا ما ويا ما راه عنده تقريبا واحد 5 سنين وصرف. ها هو خويناه شفتوا، غندير فيه دابا هذا. اللي عندها شي حاجه بغات تخزنها ديرها في الثلاجه، تجي تحطها لينا هنا ماشي مشكل. ولكن اختي قسامه نقسموا معاكم. ها انتم البنات غنوريكم الكوزينه. شوفوا البنات الثلاجه فين درناها. ها انتم قلت لكم البنات انا كنصور تتقطع لي التصوير. ها انتم اختي حاطين الزيتون وشرمل، نتوما مالي الخير بطبيعه الحال، حاطين الزيتون الاسود. حنا ملي كيكون عندنا الزيت في الدار عاده كنتبرعوا بهذا الشيء، اما ملي ما كيكونش غير اتاي الخبز والزيت البلديه والفرماج، وحتى داك الفرماج بعد مرات ما كاينش. وهاد المره جبت هذا غنديرو في الثلاجه يبرد، كيعجبني هذا ديال الجوده. سميتو بيرس اب، العصير ديالو 100%. المهم انا كيعجبني، واخا ما عرفتش يقدروا يكونوا فيه مواد حافظه ولا ما يكونوش، ولكن انا كيعجبني. غنديرو في الكونجيلاتور، الثلاجه عندنا حالتها، خاصها تخوى وخاصها خاصها تخوى وتغسل. ماما هذا عفاك شوفي ليه بلاصه.
لا داكشي ما تفكينا مع الكونجيلاتور. بغيت ندير هذا يبرد، بغيت نفطر به بزاف. راه خدام الكونجيلاتور. اه هذا ايه. واخ انا معاكم في الكواليس، حتى الكواليس انا معاكم فيها. بلاتي بغيت نوريكم الكونجيلاتور، البارح ضربناها ليه واحد الحكه وخويناه صافي. عرفتوا ملي كتخويو الكونجيلاتور؟ شوفوا شوفوا البنات، ها هو شوفوا فين جبناه، كان في البيت الداخل. عرفتوا الكونجيلاتور يا ما نفعني ويا ما خدمت به ويا ما راه عنده تقريبا واحد 5 سنين وصرف. ها هو خويناه، شفتوا؟ غندير فيه دابا هذا. اللي عندها شي حاجه بغات تخزنها ديرها في الثلاجه، تجي تحطها لينا هنا ماشي مشكل. ولكن اختي قسامه نقسموا معاكم. هانتوما البنات غنوريكم الكوزينه. شوفوا البنات الثلاجه فين درناها، وهادو جابت لهم ماما دانونات وصافي ونساو الفطور. تبارك الله على غزول. ايه ما لقيتي ما تحطي حداه هذا نتي حاتيم، راه مكاش وحده ورا وحده وحده ورا وحده. قلت لها انتي كديري هادشي زوين. تبارك الله على ماما، كي بقيتي وكيبقى الخاطر. الله يحفظك. ها والله يحفظك. ها موجه ودوز، موجه ودوز. شو ماما فين حطت جلابيتها؟ يلا جات من الزنقه مع ما بقاش اتاي والسكر ومشات جابته. واليوم الجمعه البنات راه باقيين ما عندنا لا تقديه لا حتى شي حاجه ديال الكسكسو. غتفطر ماما ان شاء الله وتاخذ طاكسي وتمشي تجيب لينا باش نطيبو كسيكسو. عرفتو هادو فنين ديال الشمال واعرين. شتي هاد القلع صافي ما يبقاش يتفرش، ما يبقاش يتفرش. ماما لا يتمسح مالو؟ لا ما كي واخا كيتمسح كيبقى فيه داك الصفوريات. شفتو البنات هذا جابتو إلهام من الشمال، زوين زوينين هاد فيش بواسون. او اش درت نتوما مالي الخير، وتعالوا تفطروا معنا، مرحبا بكم. شفتي الزيت جيبيه راه كاين واحد القرعه تاع الجاج. كوكو سلام. كوكو قولي باي باي. باي باي. وانا معاك انت يا ماما. اه كوكو. شتي زعما اللي كيكونوا عندهم الدراري الصغار في الدار ما تتجمعش يرونوا. اش بغيتي؟ سير سير، راه قالوا لك انت ما تبقاش تبان المتتبعات. يلا سير، تعافي ما تشوف الكاميرا تجي. مالو نجلسوا اختي الفتره ويحل الله. تبارك الله على غزلان البنات، غزلان راه بنت عمتي. كديري البنات لاباس عليكم؟ الصحه حاصبحكم مبروك. جات طلع على ماما لحقاش ماما مريضه، ايوا جات طلع عليها الله يشوفك الخير والرباحه ودي غزلان. وهذه الهام، عقلتوا على دوك البيجامات البنات؟ راه باقين باقين، غير عرفتوا عرفتي الهام دوك زوينين مبردين مبردين. اه غير ماما عرفتي عجزت انني نرجع نبدا نبيع فيهم، عجزت بزاف كنخمم البيع ونجي هذا ودي لهذا وداك الشيء. بيعيهم اختي الله يسهل عليك. لا شتي لا خديهم والله، خديهم وبيعيهم. ديري شي ثمن رمزي للبنات وخديهم وبيعيهم. ندير مع 14100. شوفي انت يا شوفي الثمن ديالك. نقصي ماما 14، نقصي نقصي شحال؟ 50 درهم. اه 50 درهم. اه 50 درهم بارك. صافي اللي بغات غاجي اللي بغات. على هذوك البيجامات اللي بقاو ليا فنين. هانتوما البنات انا راه العام اللي فات كنت كنبيعهم ب 150 درهم، اللي بغاتهم تاخذو من عند ماما. انا والله حتى عطيتهم لها دابا، عطيتهم لك ماما باش تفرحي وحق الله. امين يا ربي. امين يا ربي. ايوا خوتي هذا فطورنا. واش معندهم حيت فم عامر؟ فمك عامر وما كاينش اصلا. ها البنات قولوا لها تولي دير فمها. وين دايره؟ ايه نصحبك ما دايراش وحق الله. سبحان الله هذيك الزبده. ها هي البنات نوريها لكم. حتوم ها هي. لا هذه هذه ها هي وما عندهاش الزهر معانا، ما كلاها حتى واحد. ماما وإلهام مشاو يتقداو، مشاو يجيبوا خضرة كسكسو. قلت لهم راه موحاش غتلقاو شي حاجة، والمهم تشهيناك. عرفتي ملي كتشهي شي حاجة وديرها بين عينيك صافي
الا ما درتيش خصوصا اليوم الجمعه كتجيب لك الله بحال مشات عليك الجمعه. ايوا ما كيلبسو سبحان الله الكسكس تيكون زوين وبنين نهار الجمعه كيكون يعني عنده داك البلاصه ديالو نهار الجمعه. ايوا ما عليش اخوتي بغيت نستغل الفرصه باش نشكر خويا سي محمد ناقد المنتقدين ميطامو الفرشه كل واحد واش كيسميه. كنبغي نشكرك اخويا بزاف بزاف على داك الفيديو اللي حطيتي البارح عليا وما خويا ما قلتي حتى شي كلمه ديال العيب وما قلت ما زدتي حتى شي حاجه من راسك. حنا دوينا وهضرنا وانت عارف كل شيء وعارف يعني شنو كاين وعارفين بانني ما تنبارطاجيش مع الناس الا واحد 2% من هاد المشاكل اللي كيكونوا والحمد لله لقيت الناس عندك في لي كومونتير الحمد لله والشكر لله الناس قلبهم ابيض كيشكروني الناس متتبعين ديالي متتبعين عندك حتى انت. شكرا لكم بزاف بزاف على كلامكم الطيب اللي خريت البارح اللي هلي خطيكم وانا كنبغيكم بزاف بزاف والله عرفتوا انا كنقرا في التعاليق وقلبي فرحان كنقول الحمد لله كاينين ناس زوينين كل شيء التعاليق الحمد لله كاينين شي وحدين ولكن هذوك ما تيبانوش نهائيا يعني هادو بحال تتقولي ضروري من شويه الخيب او بزاف عليا الناس سير وليدي عافاك سير كتقول بزاف عليا الناس زوينين كيشكروني خلي شويه ديال الدم ما كاين يعني كاين المدح خاص يكون حتى شويه الدم وماشي مشكله هادوك الناس اللي تيعايروك هادوك انا راه تنديرو مياجورات وتنوقف عليهم وما عارفينش ريوسهم انا راه تنديرو مياجورات وتنوقف عليهم ملي تنشوف شي وحده كتكتب شي تعليق خايب بغيت ليه كما قلت لكم البنات هذاك الشيء ديال التعاليق السلبيه ولا دوك الناس اللي كيعايروا ولا شي حاجه اقسم بالله الا لاحظت انهم مجرد لبنات يا جورات الواحد الا بغى يوصل هما كيديرهم طريق باش يوصل كيعلي علي 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 بدوك اللبنات وكيوصل لان انا لاحظتها نهار كنبقى نهز ليهم الهام لا هادي لا كيقولوا لي لا ما خاصنيش ندير لا هذا وما كيطلعوش ليا الفيديوهات ونهار كيقول شي كلمه ولا تنقاها في شي كومونتير كنرد ندير العكس ديالها الحمد لله. مهم كندير داكشي اللي قال لي راسي وداكشي اللي قال لي الضمير ديالي حيت انا الضمير ديالي هو اللي كيوصلني والضمير ديالي هو اللي كيخرجني والضمير ديالي هو اللي كيخليني صافي مع سيدي ربي. طبيعه الحال انا ما ننساش الخير ديال المتتبعات الزوينات كيدافعوا عليا عارفينني ما كنحط لهم الكذوب عارفيني ما كنديرش لهم مسلسلات والافلام في القناه ديالي وانتم عارفيني علاش كندوي اليوتيوب كله مسلسلات وافلام. الحاجه الوحيده اللي غلط فيه هو انني ما كنعرفش كيفاش نعاود المعاناه ديالي كنتصرف طبيعي. الناس اللي ما عندهمش المعاناه وما عندهمش هذا وكيديروا المسلسلات هذوك راه تيجلسوا كاملين اطابل كيتجمعوا اش غدير انت واش غتقول انت واش غتفعل انت. انا كنهز الكاميرا وكنجي وندوي معكم نيشان ما محضره ما دايره الاعداد القبلي خلى واحد الاستاذ الله يذكره بالخير كان تيقرينا كان كيقرينا في السنكيام دائما تيقول لنا الاعداد القبلي يعني انك توجدي دروسك قبل وكان كيزيدنا على النقاط. فقلت لكم البنات الحمد لله نيتي كتخرجني ونيتي صافيه مع الله سبحانه وتعالى وانا راه شي حاجه كبيره الحمد لله لان راه غراناتي راه شادين باليزاتهم ومن طياره لطياره ومن تركيا لدبي ومن دبي لتركيا وها هي غاده الحياه والتصوار وبخير والناس باغين على الطبيعه وباغين على تركيا وباغين على دبي وانا هذاك الشيء ما تنقدرش نديرو على دارنا خصوصا ماما ما كنبغيش نخلي ماما بوحدها في الدار ونمشي ندير انا شي حاجه لان اصلا انايا راه غير مدعدعة انا راه غير مدعدعة راه كنخاف ما نقدرش شي بلاصه بوحدي حيت ما مولفاش بالديعه وما مولفاش بالدوران وهادشي اللي كاين اخوتي. دابا راه ماما يلاه جات هي واسمتانا ماما يلاه جات هي والهام مشاو جابوا تقديه ديال الكسكسو وعيطات ليا بنت خالي قالت لي راهم ما عرفوش امتى غادي يجيو على حساب الرقيه واش اليوم ولا غدا ولا اليوم في الليل. المهم انا باش ما كان غنبارطاجي معكم هذا الفيديو وانتم معايا عرفتوا محتاجه انا لهذيك الرقيه. شفتوا شي وحده اللي محتاجه داك اللي تتشوف الحنه والنقاشات وبغيت تنقش كتجيك واحد اللهفه بحال هكاك جياني ديك اللهفه على الرقيه وشوفوا هاد الوقيته جياني اللهفه على الرقيه واحد الوقيته ما كنبقاش باغا يا ربي اسمح لي نسمع لا قران لا شي حد تقول لي ماما يلا عند الراقي لا حتى شي حاجه.
فدعيو معايا سيدي ربي يفك عليا هذا الشيء. ورب تبارك الله على إلهام وكسو إلهام. اليوم راه حنا مع إلهام كسكسوها غديروا بالدجاج. احسن حاجه فين احسن حاجه كسكسو ديال الدجاج كيعجبني حتى انا. درتي السمن؟ درتي السمينه؟ تسالي ماما جبدوليه. ايوا هادشي كاين خضيره. اجي نقول لك ماشي كثيره. لا زوينه اختي كتعجبني الخضره. المهم باش باش ما تبقاش الهام. لا زعما كاين هذا الدراري واحد الحاجه شي مع ماما عمرك تقولي لي الخضره ديال السكسو قولي لي علاش؟ علاش؟ حيتاش ملي كيبقى لك داك الشيء اللي بقى ديال سميتو ديال المرقه والخضره اللي بقات اش كديري فيها؟ كطحنيها وترديها الصوبه كترجع من داك الشيء. اه فعلا كتجي على مزويناتها. ايوا هذا ما كان عرفتو ماما عشافتني صورت هذاك الكونجيلاتور وهي تشد كاع داكشي اللي كاين في الفريغو خشاتو هنايا. انتوما شوف الميكات 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 ناري كيف قصوني انا البنات القديد ديال العام اللي فات. ها هو الضلعه ديال العام اللي فات باقا خاص عرفتو راه تبهدل ولا حالته ولكن راه ضرب معانا ياك الهام ضرب ضرب معانا ياك صافي. هادي ها هي خاصني نخرج الحويج حيت دورت وحيت نعاودهم نعاودهم ما عاودتهمش نعاودهم وندير لهم سميتو الريحه هذيك المعطر المعطر. بلاتي ناخذ هذا المعطر شحال زوين. هذا داوني ولا سميتو داوني عرفتو هذا الكونجيلاتور وملي كان زوين يا ما درنا عليه مسمن يا ما درنا عليه قصريه ما عرفت سولي ماما. غندير القياس هنايا لا هنا زعما هادي هادي بلاصه المعطر وهادي بلاصه جافيل وهادي بلاصه سميتو داك قولوا نتوما الليكيد حنا كنديروا ليه اريال. هادو من نهار جبتهم البنات باقي ما استخدمتهمش راه باقيين يسمعوا فيكم ميكاتهم. هو غادي نعاود ليهم حتى هما واحد الراس. صراحه صدقت زوينه هاد الماكينه عقلتوا على البنات تقريبا ضرب واحد. غنكب لكم العصير يا اختي باش تبردوا. بغيتوا العصير؟ ايوا اختي ياك يزيد الزياد الكاس هذا الزياد الكاس هزي كنكرهناه بسم الله. دابا غيزلين خلات على هاد الكاس اللي قدامها وجات هزات ودارت معايا كسيده. والله بغاتي على الجوجه طلقات بغات فيها هزي هزي كاس كنتي انت يا تجي ماما تهز. يا بسم الله الله اكبر بسم الله. ماما لا 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 حلو ما تاخذش ماما. حرمتوني حرمناك راه ما كيباس. خذي عش غيمه صغيمه ولكن والله ما نكذب عليكم الا عندي واحد الفرحه قداش حيت صبحوا رجلي مفشوشين صبحوا رجلي مفشوشين ونقصت واحد شويه عرفتوا لدرجه انني وليت قاشري لبستهم. الحمد لله قصتي كرشك. عمرني ما كتلبس قاشري ما قد... ما كنتيش كتقدري تهنايا. كنت نقدر نلبس قاشري دابا ملي جا الرجعه في الصباح. الله يحفظكم ليا. هذا هو الانسان خاصو يفوت الربعين يبدا ينقص من كل شيء. اه ايوا هذا الشيء اللي كاين اخوتي. شكون اللي غيكسكس؟ اه يا صاحبتي الكسكسو زين. هانتوما هذا حيدي تليفون الهام. ها هو كاين هذا رقيق ولا غليظ؟ مخلط هذا جاني مخلط معليش. اطرمي الخضره دابا شنو اطرمي الخضره دابا ما تشربيش ماما صافي مع جغما بركه عليك. اه عرفتوا البنات يلا طلعت دابا من الزنقه شحال ديال الناس تبارك الله كيجيو لهاد الحصه ودابا جايين ليا ثاني شي ناس قلت لماما تعاوني فيها. يلا ماما يلا عطيني الموس غيزلان تسولفيوها نديرو لهم السولوفان باش يبقاو كاملين. هاد الشيء اللي بقى دابا خاصني نعاود عاوتاني عاودي. عرفتوا تبارك الله الحاجه اللي كتفرحك هي ملي كيقولوا لك الناس
راه عجباتنا عافاك صالحه لما خلي لينا جوج ثلاثه شي حاجه اللي كتفرحني بزاف بزاف والريحه ديالها شحال زوينه يا سلام يا سلام سلم ماما هي اللي كتعاونني مسكينه وهي اللي كتدي لي الامل علاش كدير بحال هكا كل وحده بهذا ديالها وراه غتكمش الوراد اجي الا قربيهم اللحسه كتغطي ليها الفم ديالها مزيانه بصح ها لا في هذه غلبتينا الوالده غلبتك عاود سمع الاوان الله يلا صافي غير هاد الحبات البنات عرفتوها في الواتساب راني كنحاول شدي لها صالحه لا ماما قلع لا ما تخافيش يا ماما ما تخافيش لا لا قلع غليظ او لا قلبي الموس من ظهره وقطعني ايوا يا المشاهدين الكسكسو ها هو وجد الهام كتسكي فيه هاد طبيسي اللبن اسمع ايه درتو السمينه ولا بدا رئيسة الهلال الأحمر يستمد جبت إلى الهلال تانا كسكسو راه كسكسو راه أحمر زوين واعر تات سالي إلهام وعاد نوريكم التقديم فراسكم البنات راه كاينه اللي تطيب الكسكسو وتقاد ويجي بنين ولكن حتى الحطان تلقاها ما عندهاش مع الحطان أنا ما عنديش مع الحطان ديال الكسكسو والو ما كيصدقش ليا الحطان ما عرفتش علاش شوفوا شوفوا التقنيه شنو التقنيه فاتيو حطه عاديه انا عزيز عليا عرض الناس الناس والمتتبعين شوفوا الناس كي شنو كيسبقوا كيسبقوا القرعه الحمراء هي الاولى والمهم البنات انا الاسرار ديال الايلام راه نحيدهم ما غاديش نوريهم ليكم حتى الاخر عاد تشوفوا حتى هي راه جاتني ارتابكت ياك وضحتينا ماشي الاسرار يا الله خوتي بقاو معايا غادي دابا ينقلوا مني واش شي ما بغيت ينقلوا منك وانت يا حصل لك الشرف بعدا ينقلوا منك راه غيلقاو ما ينقلوا حتى الا نقلوا راه غيقولوا لا لقينا من نقلوا سير الله خي الزوم جبدته جبداته كسل عرفتوا ملي ما كاينش اللبن ما كاين والو ماشي لا ماشي نسينا كلشي لقينا صافي لا هذيك المحلبه اللي حدانا ديال اللبن ها هي حيت بعيده البنات والصهودات وهذا بعيده هذا هو المشكل ديال هنا كلشي بعيد وي كلشي بعيد يلا خوتي نكملوا ونتلاقاو في الطابله ان شاء الله تجي هذا طرا انتم البنات على الكساكيس ما شاء الله تبارك الله عليك اودي يا الهام راك ديما في المستوى تبارك الله عليك دابا حنا المنظر شفناه والمذاق مذاق ومذاق الا قيس المذاق بغيت نعرف اش من اللغه هذه كتهضري غيسمعوك غيسمعوك امازيغيين والشلوح راه غادي يوريوك اش كتسواي يعني راه كاين المذاق هاوي دابا انت اللي ما عرفاش اش انا معلقتي فينا هي ما كناكلش زين عرفتوا البنات انا كيحمقني هذاك اللفت الاحمر كيسطيني لا تبارك الله زوين مبرع مشاهيناكم البنات وجمعه مباركه وشكرا لانكم بقيتوا معنا في هذا الفيديو هذا اللي بلا مونتاج بطبيعه الحال وكنا الصراحه على حساب الرقيه الساعه ما جاش اليوم ماشي ما جاش اليوم قال لي قالت لينا بنت خالي راه ولكن الفيديو الجاي ان شاء الله راه غادي يكون شكرا على المتابعه الله يرضي عليكم بنت خالي يعني بنت خالي اللي هي الزوج ديالها هو الرقيب غادي يجي
قالت لينا جاي من خارج كازا، يعني خارج خدام لبرا خارج كازا، وما عرفوش ما عرفاتوش امتى غادي يدخل لكازا، وحنا الوقيته اللي غادي يدخل غادي يجي عندنا ان شاء الله. اي مروه راه هادشي نيت الا معلاش كاينه عندنا، وهادشي اللي كاين اخوتي. بلا ما نطول عليكم اكثر، شكرا لانكم تابعتونا، جمعه مباركه، السلام عليكم.